اختصاصي نفسي سارة محمد إدريس صالح. نحن الليلة في مؤتمر الإدمان، تحديات علاج الإدمان، المؤتمر الثاني أفريقيا والشرق الأوسط. نحن عندنا هنا عيادة عن الـ HIV أو الإيدز، بنعمل توعية للشباب وتثقيف صحي وعن ماهية فيروس الإيدز ذاته والعلاج والوقاية وطرق الانتقال والحاجات اللي ما بتنقله. نحن هنا جينا للمؤتمر باعتباره إنه في علاقة وثيقة بين الـ HIV أو الإيدز والإدمان. العلاقة هي إنه أكثر المدمنين، أكثر فئة معرضة للإيدز هم المدمنين، باعتبار إنه في عوامل مشتركة بين الإصابة بفيروس الإيدز والإدمان. العلاقة هي إنه المدمنين دائماً بيستخدموا حقن واحدة، إنه مدمن بيستخدم حقنة واحدة مع بعض، والحاجة دي خطرة بالنسبة لفيروس الإيدز لأنه هو بينتقل أصلاً عن طريق الدم. والحاجة الثانية إنه المدمنين بيكونوا هم بعد يعني بعد الإدمان بيكونوا هم ما واعين بنفسهم، فممكن يتعرضوا لاتصالات جنسية، فالحاجة دي برضو ممكن تنقل لهم فيروس الإيدز. فنحن من هنا بنستهدف فئة الشباب، إنه نحن نوعيهم وإنه الجهل هو أكبر عدو للإنسان، فبالتالي نحن بنقوم ننشر المعرفة، وأي زول عارف حاجة عن الموضوع بنزيد عليه، ولو في معلومات غلط بنصحح عليهم. وإنه الزول أكيد لو عارف الحاجة وعارف عواقبها ونتائجها ما بيقع فيها، فالجهل هو المشكلة الحقيقية. ونحن في السودان الجديد بنتمنى إنه كل الشباب يكونوا واعين ويكونوا عارفين، ونتمنى إنه نحن ما تجينا تاني إصابات جديدة. نتمنى السودان الجديد إنه يكون سودان معافى وسودان شامخ وسودان يسعى الجميع ويكون معافى. وأنا بنوه على حتة الفحص التوعي، إنه أي زول يجي يفحص ما بالضرورة إنه أنت تكون عندك سلوكيات أو كده، لا، بس أنت بتطمن على نفسك، ولو عندك حاجة بتقدر يعني تلحقها بسرعة، ما زي لما تكون ما عارف. برضو بنوه بالنسبة للحوامل ضرورية الفحص، إنه أنت بتقدر تطمن على نفسك وعلى جنينك، وبالتالي بتكوني مطمئنة. ودائما التوعية من الشباب، فأنا بنوه إنه الشباب دائما بيشتغلوا بيجوا في العمل التطوعي كتير، بالذات في الآونة الأخيرة، يعني المنظمات كترت والمجموعات والتوعية زادت ما زي زمان. وزي ما بقولوا بنبنيه بسواعد بنيه. محمد صالح، محمد إبراهيم وكود، القضارف. احنا طبعا جينا الآن في ورشة أو مؤتمر الثاني لبتمكلي، والمؤتمر يتحدث عن مكافحة المخدرات. وصراحة المخدرات هي الآن هاجس كبير ومشكلة كبيرة جدا، مشكلة للشباب، مشكلة للمجتمع، ومشكلة اقتصادية، ومشكلة وهي ذاتها في نفس الوقت المدمن هو يعتبر زول يعني مريض، يعني المدمن ويحتاج إلى معالجة. لأنه لو خلينا هذه المخدرات لو انتشرت في البلد، هذا يعتبر نهاية البلد. وبالتالي الآن يمكن تجمعنا في هذا المؤتمر على أساس أنه نناقش كيف ندري هذه المصيبة، هذه المشكلة الكبيرة التي يعاني منها كثير من المجتمعات، سواء كان في مجتمعنا السوداني أو المجتمعات الأخرى في من حولنا. ونحن في ولاية القضارف الآن كولاية حدودية، ولاية تماس مع الجارة أثيوبيا، كثير من المهددات والمخدرات بتأتي إلى هذه الولاية وعبرها ينتشر إلى السودان عامة وإلى العالم. ودي مشكلة طائرة تدافر الجهود، الجهد الشعبي، الجهد الحكومي لوحده لا يكفي، محتاج من الجهد الشعبي، الناس يتدافروا، كل المجتمع يحارب هذه الظاهرة السيئة. والشاشمندي الذي يأتي إلينا الآن من الجارة عامل مشكلة، خاصة بيأتي بالحدود الأسوبية، وهذه حدود لا تستطيع قوة ولا تستطيع حكومة لوحدها أن تكافحها، لأن حدود كبيرة وطويلة. ولهذا نحن نناشد المجتمع، أن يحارب هذه الظاهرة وهذا العدو الفتاك. نحن نقدر نقول عليه عدو، نقوم الآن الحمد لله بلدنا في سلام، وجاءت الثورة، بعد الثورة الآن كلنا نتجه إلى نحارب الظواهر السالبة. طيبة لحياة طيبة.